الخلاف. طيب أما قولها من شرط البلوغ أم لا، عندنا هناك من صلى بالناس إماما دون البلوغ، لكن الخلاف قائم أيضا في صلاة الشخص إماما ولا يبلغ. اختلف العلماء في مسألة إمامة الصبي، فرأى فريق من العلماء وهم الجمهور أن الصبي يؤم الناس إذا كان متقنا لأعمال الصلاة وكان حافظا لما يصلح الصلاة، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة أو سلمة على ما يذكر بعض العلماء من أنه أما الناس وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، لأنه كان يجلس في طريق الوافدين إلى رسول الله والذاهبين إليه والراجعين من عنده، فكان يحمل قرآنا، بلادهم كانت ممر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. عارض في ذلك فريق من الحنابلة وفريق من الظاهرية، بل جمهور هؤلاء وأولئك، فقالوا بعدم الجواز. ومن ثم أيضا أبعدوا الصبي إذا كان بين المصلين الذي لم يبلغ، قالوا يجلس في الخلف. ما حججهم في ذلك؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي ردوا به، قالوا إن الصبي غير مكلف وقد يصلي وهو محدث فيتسبب في إفساد صلاة من خلفه، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ففي الخطاب للبالغين، يؤم القوم الخطاب هنا للبالغين. فلما قيل لهم: كيف تجيبون على إمامة عمرو بن سلمة للناس؟ قالوا: ما بلغنا أن الرسول علم ذلك وأقره، هذا كان طفلا في مكان بعيد عن مدينة رسول الله ويصلي بالقوم، وما بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقره. فأجاب الجمهور بأن هذا الفعل لو كان خطأ لنزل فيه قرآن، لأن جابرا قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل حراما لنزل قرآن، فكذا هذا. فأجيب عليهم أن جابر كان في المدينة، وكلامه على الصحابة الذين في المدينة والنبي يعلم أمرهم، أما الذين هم بعيدون فلا يمنع أن يتصرف أحدهم تصرفا خاطئا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ثم وحي في كل واقعة تحدث في مكان بعيد عن المدينة لتقويم الخطأ أو لتصحيح الخطأ. فقالوا: ننفك عن الاستدلال بقصة جابر كنا نعزل، لأن هذا كان على مرأى من النبي ومسمع من النبي، لأن جابرا كان بالمدينة مع رسول الله وكان عملا جماعيا أو عملا عفوا يصنع الكثيرون، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه وجهات العلماء في المسألة. الذين منعوا قالوا إن الصبي غير مكلف وأنه قد لا يتقن الأركان وأعمال الصلاة وقد يصلي محدثا ولا يدري، والخطاب موجه للبالغين. والمجوزون استدلوا بحديث عمرو بن سلمة، واستدلوا بحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالذين قاسوا الأذان على الصلاة قالوا: ما دام الصبي يمنع من الأذان إذن يمنع أيضا، ما دام يمنع من الصلاة إذن يمنع من الأذان. الذين قالوا بالقياس، والذين انفكوا قالوا: لا نقيس هذه على تلك، والله أعلم. هذا فحوى الموضوع، وبالله التوفيق.